كثيرة هي موارد المياه التي كان أهالي الخور يتزودون بالماء منها، حيث كان هناك عدد من العيون، منها عين حليتان، ولها مكانة خاصة عند أهالي الخور، إذ تعد السبب الرئيس لاكتشاف المدينة في أواسط القرن 18 عن طريق 3 أشخاص قادهم الصيد في المنطقة إلى اكتشاف العين، وبعدها نزلت القبائل في المكان واستقرت فيه. إلى جانب عين حليتان أو الدختر كما أطلق عليها، يقف شامخاً أحد أبراج الخور 8، حيث بنيت في أوائل القرن 19 بغرض الحماية والمراقبة. امتدت من بداية الخور شرقاً وانتهت عند عين حليتان غرباً، فالخور كانت محاطة بسلسلة من المرتفعات بني على كل مرتفع منها برج. امتازت هذه الأبراج بارتفاعها وطريقة بنائها الأسطوانية الشكل والجدران الحجرية السميكة، كما ضمت الأبراج منصة استخدمت كشرفة لحراسة المدينة الساحلية. لم يتبقى سوى 3 أبراج، فمع مرور الزمن والتوسع العمراني الذي شهدته المدينة اندثرت باقي الأبراج، ليبقى هذا المحمل التقليدي القديم المجاور لهذا البرج يجسد مشهداً يحكي تناغماً رائعاً لآثار الماضي والتطور الحضاري للمدينة.